بس هيدا السؤال. هيدا الموضوع. ما نسيت هيدا الكرة الكريستال بالبيت ف ايه لا اكيد هي مهمة ورح يكون كتير غريب نشوف الجمهورية الإسلامية اللي هي إيران تنسى القضية الفلسطينية، ولكن اتفاق بصير في يعني ربما بشكل تالي بصير في اتفاق جديد بين إسرائيل وفلسطين وما بصير في شيء مثل قبل مثل من سنة 91 لحتى تتحلى. وين هي الدولة الفلسطينية هلا؟ يعني السلطات الفلسطينية برام الله دولة؟ أكيد صار في تغيرات مهمة كمان، ولكن دولة فلسطينية لا. أكيد ما في مشاكل كتير. عفوا حقيقة يعني هاي نوع من العصف الفكري بالأخير اللي يعني أحاط وأضاء وطرح أهم إنه طرح كتير من الأسئلة اللي بدها كتير من الأجوبة اللي ما بتنحل لا هلأ ولا بعد أسبوع ولا بعد عشرة. لذلك يعني لابد من أنه نتوقف، وشكراً للمحاضر وشكراً لكم جميعاً على